مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بريد واشنطن، معي أنا هدي العويس على الشرقية نيوز. وفي ملفات حلقة اليوم: دبلوماسي أمريكي للشرقية، مغادرة العراق هو القرار الحكيم الذي يجب أن تأخذه واشنطن. سياسية في الحزب الديمقراطي تتحدث عن تأثير الصوت العربي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. ورغم أجهزة التنفس وعدم التوازن في المشي، تقارير البيت الأبيض تؤكد استقرار صحة الرئيس جو بايدن. وعاصمة الاقتصاد والتجارة العالمية تنفذ إعداما اقتصاديا بحق الرئيس السابق دونالد ترامب. ابقوا معنا لمتابعة ملفات هذه الحلقة. والبداية مع الدبلوماسي الأمريكي دافيد شنكر، الذي قدم مؤخرا مقترح غير مسبوق ولا يلقى رواج كبير عادة في أوساط الدبلوماسيين الأمريكيين وخاصة الجمهوريين، حيث قال شنكر عبر مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن مغادرة العراق هو القرار الأكثر حكمة الذي يجب أن تأخذه واشنطن فورا. فشنكر يرى أن إبقاء القوات الأمريكية في العراق بات نقطة ضعف تحاول إيران وفصائل مسلحة مرتبطة بها استغلالها للضغط على الولايات المتحدة من خلال استهداف الجنود الأمريكيين واستعراض القوة ضد القوات الأمريكية، مقترحا أن تخرج الغالبية العظمى من الجنود الأمريكيين من العراق مع الاحتفاظ بقدرة واشنطن السياسية على استهداف الفصائل المقربة من إيران عند الحاجة. شنكر كان أحد دبلوماسيي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لملف الشرق الأوسط، ومن غير المستبعد أن يحظى بمنصب مستقبلي رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية في حال عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو اليوم المرشح الأبرز لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري. فما تفاصيل مقترح شنكر وهل سنراه يطبق في عهد قريب؟ لمعرفة المزيد نتحدث مع صاحب هذا الرأي، حيث ينضم إلينا السيد ديفيد شنكر من واشنطن عبر سكايب. أهلا بك سيد شنكر، كتبت مؤخرا في مجلة الفورين بوليسي مقال يعرض رأي مختلف ولا أحد يتوقع أن يخرج من حضرتك، وهو مقترح بأن تخرج القوات الأمريكية من العراق. أنت تقول أنه من الحكمة أن تخرج الولايات المتحدة اليوم من الأراضي العراقية وتنفذ انسحابا من العراق، لأن هذا سيقوي موقف أمريكا في المنطقة. كيف سيقوي موقف أمريكا في المنطقة؟ ألن يملأ الفراغ قوى ودول أخرى مناوئة لأمريكا في مثل هذه الحالة؟ Well, it's good to be with you, Adil. Listen, I wrote in Foreign Policy that the U.S. military presence in Iraq, 2,500 troops as part of the coalition forces, basically provides Iran and its proxies with من الجيد أن أكون معك يا هديل. أنا نشرت في مجلة الفورين بوليسي أن القوات الأمريكية في العراق وهم حوالي 2500 جندي من قوات التحالف يشكلون هدفا لإيران وحلفائها في المنطقة. نحن غير مدعومين أو محميين من الحكومة العراقية المتحالفة مع الفصائل التابعة لإيران. اليوم حملة مكافحة داعش هي تحت السيطرة. ربما الحكومة العراقية تحتاج لبعض المساعدة، لكن عدد القوات هناك لا يخدم مصالحنا، وبشكل خاص في موضوع مقاومة محاولة إيران فرض سطوة أقليمية. لذلك ربما وجود بعض القوات الأمريكية ضرورية، وبشكل خاص على الصعيد اللوجستي لتأمين الدعم لعملية مكافحة داعش في سوريا. لكن أعتقد أننا بإمكاننا تخفيف تواجدنا في العراق واستخدام وسائل أخرى متاحة لنا لتحقيق ذات الغرض، والعمل على تشجيع الحكومة العراقية لتكون دولة ذات السيادة. بشكل أساسي، الجانب الاقتصادي من المفترض أن يكون العراق بلدا غنيا، فلديه الكثير من الموارد. الموارد صحيح غير مدارة بشكل قويم والفساد مستشري، وهناك أزمة بيئية بسبب الاحتباس الحراري، لكن يمكن للعراق أن يستفيد من الاستثمارات الأمريكية والشركات التي تريد أن تنشئ استثمارات وشراكات مع شركات محلية.
أعتقد من الممكن الاستفادة اقتصاديا وخلق نمو اقتصادي من خلال الرابط مع أمريكا، وهذا ليس مقتصرا على نية الحكومة الأمريكية الطيبة في تحفيز هذا، بل على بيئة منتجة ومستقرة، وليس عالم مسيطر عليه إيرانيا بشكل يتم استهداف المصالح والاستثمارات الأمريكية. أمريكا مستمرة في تزويد العراق بحوالي مليار دولار شهريا، وأيضا تقوم بإعطاء استثناءات من العقوبات للعراق من أجل القيام بعلاقات تجارية مع إيران. هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تقديمها في حال كانت حكومة العراق فعلا تريد من أمريكا أن تكون شريكا لها كما تقول. نعم، ولكن سيد شنكر، أليس هذا هو ما تريده إيران؟ ألا تقدم الولايات المتحدة نصرا دبلوماسيا لإيران، ومن يرتبط بإيران إذا انسحبت من العراق؟ Yeah, I mean, there is that critique. I mean, I think a lot of that depends on how it's done. If the United States, for example, leaves under fire. نعم، هذا الجانب موجود، لكن كل شيء يعتمد على شكل الانسحاب في حال انسحبت أمريكا وهي تتعرض للنيران، وسوف تظهر كتجربة أفغانستان. فإن هذا سوف يكون أمرا سيئا، وسوف يخفف الثقة في أمريكا، وسوف يظهر أن أمريكا تتخندق وتتوجه بعيدا نحو آسيا. لكن في حال قامت أمريكا بانسحاب مرحلي وخففت قواتها بشكل تدريجي عبر إبقاء بعض القوات وبعض الوصول بشكل يمكننا من تنفيذ التدريبات المشتركة، وأن يكون هناك قاعدة لوجستية من أجل القوات في سوريا، عندها يمكن نقلهم من المنطقة لأماكن أكثر ترحيبا بالقوات الأمريكية مثل الكويت أو السعودية أو الإمارات أو قطر. من الصعب أن نرى كيف ستتم مغادرة المنطقة. مرة أخرى، هناك الكثير من الدول التي ترى أن تواجد أمريكا في العراق مهم، لكن في حال كان العراق لا يقدم الحماية للقوات التي تم دعوتها من قبل أمريكا، وبصراحة فإن قواتنا هناك ليست مدعوة وحسب، حيث أن الحكومة العراقية ترجتنا كي نرسل قواتنا بعد أن قام أوباما بالانسحاب، حيث تم احتلال الثلث العراقي من قبل داعش، وكادت بغداد أن تسقط على أيدي داعش. لذلك في حال كانت الحكومة العراقية لا تريدنا، فعلينا أن ننسحب. الحكومة العراقية لا تحمي حتى طواقمنا الدبلوماسية المحميين وفقا لاتفاقية جنيف، لذلك ربما علينا أن نبقي تواجدا صغيرا لحماية سفارتنا وطواقمها الدبلوماسية، لأن الحكومة العراقية لا تقوم بهذا ولا يمكن الاعتماد عليها. لكن هذا لا يعني أننا سوف ننسحب من المنطقة ككل، فقواتنا ستكون قريبة موجودة وقادرة على القيام بما هو ضروري في العراق، لكن أنا لا أرى ما هي المصلحة في البقاء هناك. وإن يتم التعرض لنا من قبل الفصائل المدعومة إيرانيا ومن ثم اضطررنا لقتل إرهابيين في بغداد، هذا لا يجلب النجاح. نعم، ولكن سيد شنكر، هل يمكن للولايات المتحدة أن تشكل معادلة ردع قوية من الدول الخليجية؟ يعني الدول الخليجية هي صحيح في المنطقة وقريبة، ولكنها بعيدة أيضا لوجستيا وبعيدة في سياساتها عما يحدث عموما في منطقة بلاد الشام وفي العراق. كل الحرائق وكل التهديدات للقوات الأمريكية اليوم موجودة سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا أيضا. ألا تبتعد الولايات المتحدة عن هذه المنطقة إذا انسحبت من العراق؟ لأن الانسحاب من العراق سيأتي معه أيضا ربما انسحاب من سوريا. Well, the U.S. does have a presence in Jordan. Of course, the airstrikes that we launched against these Iranian-backed militia, particularly Qatar, Hezbollah, we took off from the United States, dropped, you know, hit 85 targets. In Iraq and then sorry in Syria and then what we did in Iraq we have capabilities throughout. لدى أمريكا تواجد في الأردن. الضربة العسكرية التي استهدفنا فيها كتائب حزب الله حصلت عن طريق طائرة أقلعت من أمريكا واستهدفت 85 هدفا في سوريا والعراق. لدينا الكثير من القدرات في كل المنطقة وقريب من المنطقة، وهناك دول أخرى حليفة، وموضوع الحد المتاح لنا من قبل هذه الدول من أجل القيام بمثل هذه العمليات يعتمد على درجة الثقة بنا كحليف من قبل هذه الدول. هذا يتغير أحيانا مع الوقت،
وخلال الإدارة السابقة كانت هناك مرات تعززت فيها الثقة وأحيانا ازدادت فيها الثقة، وربما حصل هذا أيضا خلال إدارة بايدن. لكن لا يوجد أي إدارة أمريكية في السنين الأخيرة كانت مهتمة بحرب شاملة ضد إيران، لكن هذا قد يتغير في حال اتجهت إيران نحو الخيار النووي. لدينا تواجد في المنطقة قادر على استهداف وكلاء إيران الذين يستهدفون مصالح أمريكا، لكن هل سوف نبقى في العراق؟ في بعض الحالات كان هذا ضروريا ويقاوم التواجد الإيراني، وأنا كنت مع هذا خلال بعض الفترات، لكننا لا نقوم بهذا حاليا. هذا ما لم تقم به الإدارة السابقة أو الحالية، وأنا لا أرى أن هذا سوف يحصل مع الإدارة الجديدة سواء كان بايدن رئيسا أم ترامب. ولهذا السبب أنا دافعت عن فكرة تغيير شكل تواجدنا. نعم سيد شينكر، هذا الرأي الذي طرحته من خلال مقال فورين بوليسي أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق هو رأي غير رائج، لا يؤيده كثر خاصة من جنرالات الجيش الأمريكي. حضرتك كنت في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كنت دبلوماسي رفيع المستوى ولك حصة في أخذ القرارات بالنسبة لدول المنطقة مثل العراق. إذا كان هذا الرأي اليوم موجود في أوساط الدبلوماسيين الأمريكيين خاصة عن الحزب الجمهوري، هل يمكن أن نرى دونالد ترامب ينفذ فعلا تهديداته السابقة التي سمعناها منه في عهده الأول وينسحب من العراق إذن؟ Well, listen, let's start off with Biden, that there won't be, even if the United States does leave as part of a request from the government of Iraq or otherwise, as part of this coalition, it's going to take a year or two to leave Iraq, or to downsize or to end the coalition presence. And of course, 20 years, after the liberation of Iraq, I think, دعينا نبدأ مع إدارة بايدن. حتى لو قامت أمريكا بالانسحاب تلبية لمطالب الحكومة العراقية أو جزء من سياسة التحالف، قد يأخذ هذا سنة أو سنتين من أجل تقليل عدد القوات أو الانسحاب الشامل. بعد 20 عام من تحرير العراق، على العراق أن يتصرف كدولة ذات سيادة. نحن نعرف أن العراق لا يمتلك السيادة بسبب الفصائل الموجودة فيه والتابعة للحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى. هناك أكثر من 100,000 مقاتل غير منصاعد لرئيس الوزراء السوداني. في عام 2019 قال الرئيس ترامب إن على أمريكا أن تنسحب من سوريا، وهذا تغير حيث تم تقليل عدد القوات بشكل بسيط. اليوم نسمع تقارير تقول إن بايدن سوف ينسحب من سوريا أيضا. لا تزال مشكلة داعش قائمة هناك، لكن رأينا مما قاله ترامب في حملته الانتخابية إنه غير مهتم في إرسال القوات خارجا. لذلك هذا أمر يمكن أن ينظر له في ظل كل من ترامب أو بايدن. ربما لن يحصل انسحاب تدميري حتى لو كان مدارا بشكل جيد قبل الانتخابات، لكن ربما في الولايات الثانية لبايدن، حيث أن بايدن كان يعمل مع أوباما عندما تم الانسحاب من العراق. كل شيء ممكن. الشيء الأسوأ حاليا هو أن أمريكا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، ويتم مهاجمتها من قبل قوات يدفع لها من قبل الحكومة العراقية. هذا لا يساعد في تعزيز مصداقية أمريكا. لذلك في حال قمنا بتخفيف قواتنا أو انسحبنا، هذا لا يعني أننا سوف نترك العراق أو أننا سوف نخفف انخراطنا السياسي. أنا أعتقد أن كثيرين في العراق يريدون علاقات جيدة مع أمريكا ولا يريدون أن يتم التحكم بهم من إيران. هناك الكثير من الأطراف في الحكومة تريد علاقات قوية مع واشنطن. حكومة أقليم كردستان قلقة من أي تخفيف للقوات وأيضا المناطق السنية، لكن بقية البلد مسيطر عليه من قبل إيران. لذلك حتى تقوم العراق بفعل شيء لا يمكننا أن نبقى هناك دون أن تقوم الحكومة العراقية بالدفاع عنا وممانعة ما تقوم به إيران. نعم، ولكن سيد ديفيد، ألا يبدو وكأن الأمور هدأت ولو بشكل مؤقت بين واشنطن وبين الفصائل المرتبطة بإيران في المنطقة؟ هناك عدة تقارير اليوم مؤخرا في نيويورك تايمز تتحدث عن أن الولايات المتحدة أوقفت عملية اغتيال كانت ستستهدف شخصية رفيعة المستوى في العراق، لأن الأمور هدأت وأن واشنطن ترى أن الفصائل لم تعد تستهدف الجانب الأمريكي.
كذلك هناك تقرير آخر يقول أن إيران حثت الفصائل المرتبطة بها في المنطقة على وقف استهداف أمريكا. ألا يبدو أن الأمور هدأت اليوم في المنطقة؟ Yeah, I think that the two airstrikes, the ones in Syria against these Qaeda Hezbollah targets in Iraq, of Qaeda Hezbollah IRGC related targets, and then I think more effectively the killing of the Qaeda Hezbollah leader, the targeted killing in Baghdad, I think sent a clear message that the United States was willing to do أعتقد أن الضربتين الجويتين في سوريا ضد كتائب حزب الله وفي العراق ضد كتائب حزب الله أيضا وبشكل أكثر قتل قائد كتائب حزب الله في بغداد أرسلوا رسالة واضحة أن أمريكا قادرة على القيام بأكثر من هذا ضد هذه الفصائل وفي حال تم تجاوز الخط هناك بعض الأهداف ذات أهمية أكبر لطهران الدماء الأمريكية غير رخيصة ولقد رأينا كيف أن إيران بدأت بضبط حلفائها باستثناء الحوثي حزب الله خسر أكثر من 200 مقاتل على يد إسرائيل ولا يسعى للحرب ولا زال منضبطا هناك تصعيد لكن حزب الله غير مهتم بالحرب الحشد الشعبي أيضا قام بتهدئة الأمور وهو صامت لكن الحوثي مستمر وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في خصوص النقل والطاقة وبشكل خاص الاقتصاد المصري حيث أن واردات قناة السويس تضاءلت بنسبة 50% لكن الحقيقة هي أن إيران غير مهتمة حقيقة بالفلسطينيين هم يريدون أن يثبتوا لأنفسهم أنهم ربما يقوموا بشيء لكن لن يضحوا بحزب الله فهو أداتهم الأولى ضد إسرائيل هدف حزب الله هو ليس إنهاء ما يسمى احتلال إسرائيل للبنان لكن أن يشكل قوة ردع ضد إسرائيل لحماية إيران في حال استهدفت مواقع نووية في إيران لذلك هم لن يضحوا بحزب الله من أجل الدفاع عن الفلسطينيين ولا يريدون أن ينخرطوا بحرب قوية ضد أمريكا في العراق أو سوريا هم يتراجعوا وسوف نرى هذا كثيرا في الفترة القادمة لكن كل شيء جائز مع حزب الله فمثلا لو قام حزب الله باستهداف مدرسة إسرائيلية وقتل أطفالا إسرائيليين عندها فإن الحرب سوف تبدأ شكرا جزيلا لك ضيفي الدبلوماسي الأمريكي السيد ديفيد شنكر كنت معنا من واشنطن It's my pleasure. وإلى ولاية ميشيغان معقل عرب أمريكا فعلى الرغم من فوز جو بايدن في الانتخابات الأولية في الولاية تلقى بايدن ضمن نتائج انتخابات الولاية الأولية تحذير شديد اللهجة من قبل الناخبين خاصة الناخبين الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة والذين يشكلون مجتمعا كبيرا ومؤثرا في ولاية ميشيغان التي تعتبر مركزا أساسيا ينتشر فيه العرب الأمريكيين بكثافة فللمرة الأولى صوت نحو 16% من الناخبين بخيار غير ملتزم وهو خيار يحاكي حملة أطلقها العرب المنتمين إلى الحزب الديمقراطي لمقاطعة انتخاب جو بايدن والتصويت له وتهديده بعدم التصويت له أيضا في الانتخابات النهائية ما لم تتغير سياسات البيت الأبيض تجاه الحرب في غزة الحملة بدأت كمحاولة شبابية للفت أنظار جو بايدن إلى الرفض العربي لمواقفه من القضية الفلسطينية تحديدا وكان أمل هؤلاء الشباب المطلقين للحملة الحصول على 15,000 صوت غير ملتزم لا أكثر إلا أن الحملة انتشرت بشكل كبير ليس فقط في أوساط العرب الأمريكيين بل كذلك في أوساط مجتمعات أمريكية أخرى ليصوت أكثر من 100,000 ديمقراطي بخيار غير ملتزم فما أهمية هذه الحملة والصوت العربي في الانتخابات الأمريكية وما ثقل ولاية ميشيغان في الانتخابات النهائية في نوفمبر المقبل نتحدث عن هذا الموضوع مع أحد المخططين الاستراتيجيين في الحزب الديمقراطي الأمريكي حيث تنضم إلينا السيدة مشهدية عاصي من ولاية ميشيغان أهلا بك سيدة مشهدية على شاشة الشرقية نيوز أولا اشرحي لنا ما الذي يعنيه خيار غير ملتزم الذي صوت به أكثر من 100,000 مواطن أمريكي في ميشيغان
أول شيء مساء الخير إلك هديل ولمشاهدينك. الفكرة هي من بعد ما الناس نزلت تظاهرت بالشوارع، ومن بعد ما عملوا اتصالات بالآلافات الاتصالات للكونغرس والرسائل، ومن بعد ما اجتمعوا مع وفد من الرئيس بايدن، مكتب الرئيس بايدن، وكل هيدا الضغط، وحتى عبر الوسائل التواصل الاجتماعي ليعمل ضغط ويحرك شوي مشاعر الناس اللي هي بالحكم. طبعا هي حركت مشاعر الناس بالشوارع، ولكن كل هيدي المناشدات لم تجدي آذانا صاغية مثل ما بيقولوا، بينما كانت تتصاعد المأساة بغزة. آخر حل، واللي هو أكثر حل يمكن بيقدر كان يأثر، وهو أسلوب أكثر تقليديا تقليدي بالتعبير الديمقراطي، هي قوة الصوت والتصويت. والرسالة هي من uncommitted أو غير ملتزم، هي رسالة قوية لبايدن والأدمنستريشن تاعته، إنه الناس المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وهلأ بنحكي مين هن المتعاطفين، هن غير ملتزمين وغير راضين عن سلوكك when it comes to قضية الشرق الأوسط، وهن غير راضين وغير ملتزمين عن الإبادة، مع الإبادة الجماعية اللي أنت عم بتمولها وعم تدعمها. مشهدية، بعد الإعلان عن الحملة والحديث عنها، 16% من المصوتين في ولاية ميشيغان صوتوا بخيار غير ملتزم. يعني لو قارناها مع نسب أخرى في الماضي، هل كانت هذه النتيجة مرضية؟ هل النتيجة أظهرت نجاح فعلا حملة الضغط على جو بايدن من خلال الأصوات المحلية في ميشيغان؟ النتيجة بصراحة تعتبر أكثر من مرضية لعدة أسباب. إذا بدنا نحكي أول شيء، أول شغلة لازم نتفق عليها أو نعرفها، هي إنه ولاية ميشيغان بشكل عام، بغض النظر عن الانكوميتد أو غير ملتزم، ولاية ميشيغان هي جديرة وقادرة إنه تخسر أكثر ما هي قادرة إنها تربح. فهي هون المايند سيت هو على قد إيه بيقدروا يخسروا نوميني أكثر ما إنه قد إيه بيقدروا يربحوا. إذا بدنا نحكي بالأرقام، بال 2016 ترامب قدر يربح ميشيغان بحوالي 10,000 وشوي أصوات، وبايدن ربح بال 2020 بحوالي 150,000 صوت. فلأنه تحصلي على 100,000 صوت، وهذا يعني أن الصوت العربي حتى لو كان أقلية في ولاية ميشيغان ممكن يخسر جو بايدن، إذا كان الربح والخسارة الفارق بيناتهم 100 أو 150,000 صوت. مؤثر جدا. ولكن هلا بنحكي عن الموضوع الاهم اللي بحسه بكل هيدي الحمله، اللي ما بدي سميها بس حمله انتخابيه، بدي سميها حمله انسانيه وموفمنت أكبر من، يعني حركة مناهضة للقضية الفلسطينية بأمريكا أو بميشيغان، بدي بطلق عليها الاسم أكثر من أنه هي بس مجرد حملة انتخابية. هي هيدي الحملة خلقت من رحم المعاناة الشعب الفلسطيني، ومئات العوائل الفلسطينية واللبنانية اللي كمان لها خسائر بميشيغان، لهم عيال بهيدي البلاد. فهي خلقت من رحم هيدي المعاناة خلال أقل من 27 يوم. فإذا بدي تقارني حملة إنسانية انتخابية خلقت ونظمت أقل من 27 يوم، بلشوا ب10 أورجنايزرز، صاروا 450 أورجنايزرز اشتغلوا على هالموضوع، 110,000 صوت، وكان أول شيء الهدف لهم حوالي 10 ل15,000 صوت. هذا الهدف تاعهم بالأرقام، أجين ليقدروا يخسروا، ولكن وصلت ل110,000 صوت. هيدي شغلة كتير مهمة. والأهم جدير بالذكر، هي مش بس إنه المنظمين هن عرب أمريكان، صدقيني أكثر المنظمين اللي انضموا لهيدي الحملة هن حلفاء، نسبة كبيرة حلفاء من السود الأمريكان، حلفاء
من الـ LGBT community، حلفاء من البيض الأمريكان اللي هن يعتبروا ديمقراطيين تقدميين progressive، هن اللي مش بس كانوا عم ينتخبوا بالأرقام، هن كانوا عم بينظموا، هن اللي كانوا عم بيعملوا الاتصالات والtext message banking، واللي كانوا عم بيشتغلوا at the poll بالمراكز الاقتراع. فهيدي كتير مهمة إنه نلقي الضوء عليها عشان الرأي العام ما يفكر إنه هيدي حركة بس عرب أمريكان ولا بس مسلمين أمريكان. وتأكيداً على هالشي، لتعرفي أهمية هيدا الحركة، كان في مراسلين وتغطية مش بس من جميع ولايات من واشنطن دي سي، حتى من مراسلين وصحفيين عالميين من إيطاليا، من إسبانيا، من يابان. وهيدي قليل ما بتحدث إنه يكون عندك هالقد مراسلين وهالقد تغطية من خارج أمريكا. دليل قديش مش بس ميشيغان، وأنا ما بعتقد جايين هني بس ليغطوا الأرقام، جايين كمان لأن هيدي الأرقام مش بس بتدل على قديش في ناس مع ولا ضد بايدن، قديش في ناس جمهوريين، كمان هيدي بتقيس نبض الشارع، قديش ناس مناهضة ومع وتدعم القضية الفلسطينية كقضية إنسانية. ما أهمية وثقل ميشيغان في الانتخابات العامة، الانتخابات النهائية؟ دونالد ترامب على الأرجح مقابل جو بايدن، خاصة أنه بايدن ممكن أن يخسر ولاية ذات ثقل كبير وهي ولاية الشمس المشرقة، ولاية فلوريدا، كما خسرها أيضا في عام 2020. يعني إذا بايدن خسر في فلوريدا وخسر ميشيغان، هل يخسر في انتخابات 2024؟ Absolutely 100% كتير مهم. مثل ما قلت لك، نظرا للأرقام بالسنة 2020 وبالسنة 2016، يعني منقول نحن أنه البيت الأبيض أو رئاسة البيت الأبيض تعبر من خلال ميشيغان. وهيدا كلام منه بس كلام عاطفي ويعني تكبير لأهمية الصوت العربي وصوت المناهض للعرب بهيدي القضية. هيدا كلام من كم يوم رئيسة التنظيم الديمقراطي بميشيغان اللي هي من البشر السوداء، هي يعني قالت هيدا الشيء. يعني البيت الأبيض يعبر من خلال ميشيغان، وديربون وديربون اللي هي تعتبر قلب مدينة العرب هي كمان قلب ميشيغان بالنسبة للانتخابات الرئاسية بشكل عام والانتخابات الديمقراطية. وكمان جدير بالذكر مش بس ديربون، حتى ديترويت اللي فيها كتير من البشر السوداء اللي هن يعتبر بعتقد حوالي 90% ديمقراط، وهن طبعا بيصوتوا لأسباب ولفاليوز كتير مرتبطة بالفاليوز تبع الديمقراط. فهون بالتالي إذا بايدن ولا أي مرشح ديمقراطي بده يربح ميشيغان، كتير مهم أنه يربح هيدي المناطق بميشيغان بالتحديد. والتحالفات اللي عم بتصير مثل ما قلت مع العرب المسلمين واللي عم تكبر بالنسبة لموضوع فلسطين، هي اللي عم بتكبر نسبة ربح، أو ما بدي أقول نسبة ربح، نسبة خسارة بايدن إذا ما غير سياسته بالنسبة للشرق الأوسط ولفلسطين. ولكن مشهدية، ماذا نتوقع من جو بايدن؟ هل سيختار جو بايدن الصوت العربي في ميشيغان، أم أنه سيفكر باعتبارات أخرى يمكن تكون أكثر أهمية له؟ هناك متبرع داعم للصهيونية في ولاية كاليفورنيا أقام حفل، كرسي الدخول للحفل هذا الكرسي الواحد ب $250,000، وبالتالي جمع أموال طائلة جدا لحملة جو بايدن. وجميعنا نعرف أن الأموال هي ما يسير الحملات السياسية هنا في الولايات المتحدة. هذا المتبرع الكبير لحملة جو بايدن يقول: لدي قضية واحدة وهي قضية دعم إسرائيل، أريد من الرئيس الذي أغدقه بكل هذه الكميات من الأموال أن يدعم إسرائيل بشكل غير محدود. ألن يتخلى جو بايدن عن الصوت العربي مقابل هذه التبرعات من الداعمين للصهيونية؟ أول شيء هذا منه شيء جديد، دعم بدي هون أقول كمان دعم الصهيوني، لأن في فرق بين الصهيوني واليهودي بأمريكا، وهلأ بقول لك ليش. منه شيء جديد لأنهم يبذلوا كل أموالهم عشان ضد القضية الفلسطينية أو ضد أي رأي بناصر القضية الفلسطينية، هذا منه شيء جديد.
ولكن مثل ما في ناس صهاينه داعمين بفلوسهم لهيدا الموضوع ومشابه ذلك، في كمان شغله كثير مهمه بميشيغان، انه على راس اللي كانوا داعمين لهيدي الحمله Uncommitted هن اشخاص يهود امريكان. هيدي شغلة كتير مهمة، هن يهود غير مناصرين للفكر الصهيوني، وواحدة من المؤسسات هي Jewish for Peace اللي هن هو حلف كتير كبير كان بهيدي القضية، وهن كمان عم بيحسوا ليصير في resolution انها موجودة بكل سيتي لا وقف اطلاق النار، واللي عم بيكون front liner لهيدا الموضوع هن يهود. فالنقطة اللي عم بحاول أقولها، مثل ما في صهاينة يعني ممولين بفلوسهم، في يهود عم بحطوا دعم الصوت. يعني ما بتتخيلي هديل قديش في يهود صوتوا للأنكوميتد، وعم بيقولوا انه الحركه الصهيونيه والاباده الجماعيه اللي عم بتصير ما بتمثلنا. فهون مثل دائما بنعرف نحن بكل حمله انتخابيه في عندك اثنين كومبوننتس مهمين، الفلوس والصوت. بس الصوت هو اللي بالنهاية هو اللي بيعلى على الفلوس. يعني أنا اشتغلت على كامبينز بديموكراتيك كامبينز وبعرف هيدا الشيء، في أموال كتير تضخ لحملات نيابية على المستوى المحلي، وبتخسر إيش آخر شيء، لأن حركة الشعب وحركة الصوت بتكون أقوى. فلجاوبك على قصة الشق الثاني من سؤالك، هل بايدن ممكن يغير أسلوبه بالنسبة للشرق الأوسط وفلسطين؟ eventually رح يغير هالشي، بس السؤال نحن اللي عم نطرحه قدي رح ينطر. ما بدنا إياه ينطر لسبتمبر، بدنا إياه هلأ يعمل مثلا وقف إطلاق نار بمارتش مش بسبتمبر. فالوقت هو المهم. يعني ما رح يضحك على العرب ولا المسلمين ولا المناصرين للقضية الفلسطينية، أو ما رح يلينوا إذا بدنا نقول، إذا نطر لسبتمبر ليعمل وقف إطلاق نار. هو عاجلا أم آجلا رح يعملوا وقف إطلاق نار، بس السؤال أي متى. وكمان نقطة تانية لفرجيك إنه إيه، طبعا بهمه صوت العرب والمسلمين لو كانوا أقل من قوة الصهاينة. ودليل على هالشي يمكن بتعرفي عم تقري شو عم بيصير بميشيغان. من خلال شهر بايدن أرسل وفد للحملة الانتخابية تاعته إلى ديربورن، عاصمة العرب إذا بدنا نسميها، ليجتمعوا مع العرب الأمريكان بالنسبة ليصير في حديث عن هذا الموضوع. والمايور تبع ديربورن والليدرز من العرب كوميونيتي رفضوا أنهم يجتمعوا مع الحملة الانتخابية لبايدن. رجع أرسل لهم مرة تانية خلال أسبوعين وفد من الأدمينستريشن لبايدن ليعملوا محادثات، وهيدي المحادثات يعني صارت، ومن بعد ما صارت ضلوا صار في ضخ أموال من أمريكا لغزة. فالظاهر هيدا الضغط أجين وهيدي المحادثات ما عم تعمل تأثير، وبالتالي العرب ما بشوفهم رح يصير في ليونة عندهم، ولكن الظاهر أنه بايدن رح يرد ورح يغير، ولكن رح يكون متأخر بهالشيء، وهيدا الشيء اللي رح يأذيه. مشهدية، ما هو سر هذا النشاط السياسي المستجد لعرب أمريكا؟ نرى أثار هذا النشاط السياسي والتأثير السياسي للعرب والمسلمين في أمريكا يظهر في هذه الحرب في غزة أكثر من أي وقت مضى. هل هو الجيل الجديد اليوم بدأ يصبح أكثر اهتماما بالسياسة بالمقارنة مع الأجيال السابقة من عرب أمريكا؟ هو في حقبتين قبل هلأ هن اللي غيروا نشاط العرب الأمريكان والمسلمين الأمريكان بالسياسة. أول حقبة طبعا من بعد 9/11 سبتمبر 11، والحقبة الثانية هي من بعد 2016 والمسلم بان اللي عمله ترامب، الرئيس السابق ترامب. هاي دول الحقبتين هن اللي عملوا أنه اللي حطوا العرب والمسلمين انهم
يكونوا أكثر ناشطين سياسيا، والأرقام تدل على هذا الشيء بالنسبة لارتفاع عدد الناخبين العرب والمسلمين، وليس فقط الناخبين ولكن الناشطين السياسيين والمؤسسات السياسية العربية والمسلمة. فهذا الشيء كتير زاد بالخلال السنوات أوريدي، وكانت يعني النتائج أنه صار لأول سنة السنة الماضية أول سنة بيصير في ثلاث رؤساء بلدية عرب مسلمين بديربون، بهامتراميك وبديربون هايتس، اثنين لبنانيين وشخص يمني الأصل وهو كمان رئيس بلدية. وإضافة إلى هالشي صار عندنا نواب عرب أكثر، صار في هلا الرئيس الماجوريتي ليدر للنواب بميشيغان الديمقراط هو كمان يمني الأصل، إبراهيم عياش، إضافة إلى كثير من النواب والعرب اللي لهم وجود بمختلف مراكز سياسية بالجوفرمنت. فهذا الشيء ما صار فجأة أو خلال آخر سنتين ثلاثة، هذا الشيء صار بزيادة التنظيم السياسي منذ 9/11 ومنذ 2016. بس هلأ اللي عم بيصير، اللي صار بالنسبة لغزة، يعني الأرقام تفاقمت وتزايدت وبنت على ما بنى من قبل سابقاً، إذا فينا نقول. فيعني هيدي الشيء الإيجابي من كل هيدي الأزمات اللي عم بتصير. شكرا جزيلا لك ضيفتي السيدة مشهدية عاصي، كنت معنا من ميشيغان. شكرا حبيبتي، سلام. في ضربة مدوية لإمبراطورية دونالد ترامب المالية، أصدر القاضي آرثر إنجرين قرارا يقضي بأنه على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية قانونية تتطلب منه دفع غرامات تصل قيمتها إلى أكثر من 450 مليون دولار، وذلك بعد اتهام دونالد ترامب وعائلته بالاحتيال المالي. كل محاولات دونالد ترامب وفريقه القانوني لتأجيل المحاكمة أو النظر فيها من جديد تبوء بالفشل، حيث قالت له محكمة نيويورك أن كل يوم تأخير في دفع هذه الغرامة سيكلف عائلة ترامب ما يزيد عن 100,000 دولار. الأمور التي لم تتوقف عند هذا الحد بالنسبة لترامب، فقضاء مدينة نيويورك يهدد بطرد إمبراطورية ترامب المالية بما في ذلك شركاته الاستثمارية والعقارية من مدينة المال والأعمال العالمية نيويورك، الأمر الذي يعتبر إعداما اقتصاديا من الدرجة الأولى لرجل أعمال مثل دونالد ترامب، وذلك بسبب تمركز معظم أعماله أصلا من نيويورك التي انطلق منها. فإلى أي مدى يهدد قرار محكمة نيويورك هذا مستقبل دونالد ترامب المالي والسياسي، لا سيما بعد وصول ظرف يحتوي على بودرة بيضاء يعتقد أنها كانت مادة سمية وصلت للقاضي الذي أصدر الحكم بتغريم دونالد ترامب بحوالي 500 مليار دولار؟ أبحث تبعات هذا الموضوع سياسيا واقتصاديا مع ضيفي براين كراستينتيان، الكاتب والمحلل السياسي الديمقراطي، ينضم إلينا من ولايات فلوريدا. نيويورك تطالب الرئيس دونالد ترامب بدفع ما يقارب 500 مليار دولار، بدأت ب 450,000 دولار والآن تزيد في كل يوم يتخلف فيها دونالد ترامب عن الدفع. ماليا كيف تؤثر مثل هذه الغرامة على القدرة المالية لدونالد ترامب على ثروته؟ نعرف أن دونالد ترامب لديه الكثير من الأموال، ولكن أيضا هذه الغرامة مرتفعة للغاية. وفقا لما أعرفه فإن بياناته المالية الأخيرة تثبت أنه يملك 4,600,000,000 دولار، والغرامة تشكل حوالي 10% من كل ما يملك. هذه الغرامة لن تقتله ماليا، لكن عليه أن يقوم ببيع بعض الأصول. نعم، ولكن براين، دونالد ترامب يقول أنه لا يملك هذا المبلغ الآن ويحتاج أن يبيع بعض ممتلكاته لكي تتوفر لديه هذه الكمية من الأموال ويدفع الغرامة لبلدية نيويورك. ما الذي يعنيه هذا؟ هل هذا يعني أن دونالد ترامب سيعلق بمحاكم طويلة في نيويورك؟ وما الذي يعنيه أيضا بالنسبة لوضعه المالي؟
Yeah, so he only has, according to his financial statement, only has, I think, about $30 to $40 million in liquid assets in وفقا cash. لبياناته المالية هو يملك حاليا بين 30 إلى 40 مليون دولار بشكل نقدي، فكل أمواله موضوعة في استثمارات في فنادق وعقارات، لذلك فهو أمام خيار أخذ قرض يرهن به عقاراته، وهذا قد يكون صعب خاصة بعد ما حدث، وأن يبيع أحد عقاراته. أما الخيار الآخر فهو أن يقوم طرف ثالث بوضع المبلغ له كسند مدني. ما فحوى تهم الاحتيال التي وجهت لدونالد ترامب؟ بماذا احتال ترامب تحديدا في ولاية نيويورك حتى أنه اليوم مطالب بنصف مليار دولار؟ So most of it was overvaluing his assets. غالبا ما قام به هو مبالغته في قيمة الأصول التي يملكها، ومنها منتجع مارالاجو، حيث ادعى أن قيمته تبلغ 1.3 مليار دولار. وغالب من يعيش في أمريكا يدرك تماما أن قيمة مارالاجو ليست هكذا. وهو قال أيضا إنه حصل على مداخيل من بعض العقارات، لكنه في الحقيقة لم يولد أي دخل منها. هو كذب حول عدد الوحدات العقارية التي يمكن بناؤها على قطعة أرض يستثمر بها، وهو كذب على كل هذه البنوك من أجل الحصول على أموال لا يمكنه الحصول عليها، وهذه جريمة في أمريكا. براين، المحكمة في نيويورك وهي ولاية ديمقراطية لم تمنح دونالد ترامب أي فرصة لمناقشة هذا الحكم. أولا تقول له ادفع الآن، وإذا تأخرت فكل يوم تأخير ستدفع فوق المبلغ المطلوب حوالي 100 ألف دولار. رفضت أيضا طلبات فريق محامي دونالد ترامب باستئناف هذه المحاكمة والطعن فيها. ألا يعزز كل هذا التشدد من محاكم نيويورك مع دونالد ترامب نظرية المؤامرة التي يؤمن بها قسم كبير من مؤيديه بأن هناك مؤامرة سياسية وتسييس لمثل هذه المحاكمات لإبعاد ترامب عن انتخابات 2024؟ No, I don't agree with it. The laws in the United States, the legal system, the judicial branch of government here in the United States, they're strong. لا 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 أتفق مع هذا. النظام القانوني والجانب القضائي في أمريكا قوية. لقد تم منحه محاكمة عادلة وحرة، والقاضي قرر أن ترامب خالف القانون. اليوم طالما أنه لم يدفع الغرامة بعد، وحتى وإن كان ذلك في مرحلة الاستئناف، ففي مرحلة الانتظار سوف يدفع ما يقرب من مليون دولار بشكل يومي لولاية نيويورك. ففي حال تم تأجيل القضية لمدة 3 أشهر، سوف يلزم بدفع ما يقرب من مليون دولار مضافة على مبلغ 480 مليون دولار التي عليه أن يدفعها. لذلك هو يريد الإسراع في الحكم، لكن لا أعتقد أن الاستئناف سوف يلغي الحكم، ربما سوف يخفف من تقييم الضرر. سوف ننتظر ونرى. لا أعتقد أنها سوف تؤثر على حملته. ربما سوف تقنع شريحة صغيرة من العالم بأن ترامب نصاب، لكن لا أعتقد أن قواعده الانتخابية ينظرون لهذا كشيء سلبي، بل كثير من قواعد الانتخابية سوف ينظرون لهذه القضية على أنها دليل جديد يثبت استهدافه سياسيا، ولا أعتقد أن هذا صحيح، حيث أن السلطة القضائية منفصلة ومستقلة عن الجناحين التشريعي والتنفيذي. فيما يحصل في قاعات المحاكم لا يمكن أن يكون بتأثير من السلطة التشريعية أو التنفيذية. براين، القاضي الذي أصدر هذا الحكم بحق دونالد ترامب في نيويورك تلقى قبل أيام ضرب فيه بودرة بيضاء. الشرطة لم تفصح عن تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة، ولكن يبدو أنها إن لم تكن محاولة لقتل القاضي فهي بكل تأكيد محاولة لتخويف هذا القاضي الذي أصدر هذا الحكم ضد دونالد ترامب. ما الذي يحدث؟ لماذا يتعرض أي شخص سواء كان سياسي أو شخصية قانونية يقف ضد دونالد ترامب يتعرض لمثل هذه التهديدات؟ من الذي يقف وراءها؟ Yeah, I think it's definitely a concern, especially given that there's multiple other cases. There's 4 criminal trials. بكل تأكيد الأمر مقلق، خاصة وأن هناك قضايا أخرى مثيلة. هناك 4 محاكمات قد تصل لمحاكمات وقضايا أخرى مشابهة. لذلك حينما يقوم ترامب والدوائر المحيطة به باستخدام التجييش والشعارات، هذا يؤدي إلى استهداف القضاة. على هذا لا يحصل. من المقزز أن نرى أن هناك استهداف للقضاة بسبب قرارات قاموا باتخاذها. شكرا لك.
Yeah, no problem. وإلى صحة جو بايدن، حيث تحتل صحة الرئيس الأمريكي وزلات لسانه الصدارة في الأهمية بالنسبة للإعلام العربي والأمريكي، ولكن أيضا بالنسبة للحزب الجمهوري الذي بات يبحث عن ثغرات في أداء الرئيس الديمقراطي لضرب شعبيته أمام الناخبين. عثرات جو بايدن الكثيرة تمنح مناوئيه السياسيين فرصا لا تعد ولا تحصى لمهاجمته وإثبات نظريتهم بأنه غير أهل على البقاء في كرسي الرئاسة أو الترشح للانتخابات المقبلة. كل ما في هذه الملاحقة الجمهورية لصحة الرئيس الأمريكي هي أمر شرعي وقانوني، حيث يتعين أصلا على الهيئة الطبية الخاصة بأي رئيس أمريكي إصدار تقارير دولية تخبر المواطنين الأمريكيين عن صحته، خاصة حين نقترب من الانتخابات الأمريكية. آخر تقرير صدر بداية شهر آذار مارس الجاري وأشار إلى معاناة الرئيس من آلام وأوجاع متعددة، ورغم ذلك يؤكد طبيب جو بايدن أن أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق يتمتع بصحة جيدة جدا ولا يزال نشط وقادر تماما على أداء واجباته العملية والرئاسية التي يتطلبها منصبه. مع ذلك فإن هناك شكوك حول تلك النتائج الرسمية بسبب تقدم جو بايدن في السن والزلات الصغيرة المتكررة. وتقرير استقصائي أخير نشرته شبكة دير شبيجل الألمانية كاشفة عن زيارة قام بها بايدن إلى مشفى والتر ريد العسكري الواقع بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أشار تقرير دير شبيجل إلى أن بايدن يعاني من تآكل في العمود الفقري بالإضافة إلى ألم مستمر ومزمن يعاني منه في جانبه الأيسر. من المشكلات الأخرى التي يعاني منها بايدن وركز عليها تقرير دير شبيجل هي مشكلة في النوم، حيث يرتدي الرئيس الأمريكي قناعا لمساعدته على التنفس بالإضافة إلى مشكلة ارتجاع ومشاكل هضمية أخرى مزمنة. التقارير الرسمية الطبية تقول أن بايدن بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية جوهرية، ولكن كل المؤشرات تقول أن أسوأ كوابيس الحزب الديمقراطي اليوم هي ظهور علامات التقدم في السن علنا وعلى الشاشات بشكل ظاهر على الرئيس الأمريكي المرشح للرئاسة. سيؤثر كل هذا على انتخابات نوفمبر المقبل، فالبديل القانوني المتوفر حتى الآن هو نائبته كامالا هاريس التي لا تحظى بأي شعبية تذكر، ومن المستبعد بحسب كل أرقام استطلاعات الرأي أن تتمكن كامالا هاريس من الفوز في السباق الانتخابي المقبل على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، فيما لو تعرض جو بايدن إلى وعكة صحية كبيرة أو ظهرت عليه علامات المرض بشكل علني على الشاشات. هذا كان كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج بريد واشنطن. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كنت معكم أنا هدي العويس من واشنطن.